الشواطئ الجذابة والجبال الشاهقة المغطى بالثلوج والغابات المتلاصقة. مع هذه المناظر الطبيعية المتميزة أصبح لبنان من أجمل بلاد الشرق الأوسط. يعد لبنان واحداً من أكثر بلاد العالم تنوعاً حضارياً، حيث تتعايش فيه الثقافات والأديان المختلفة، ما يجعله بلداً مليئاً بالحيوية والنشاط، كما أنه نقطة تقاطع من حيث الجغرافيا السياسية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وعانى من الحروب والكوارث لعدة مرات، لكنه استطاع أن يتعافى في كل مرة. إن الصين التي تقع بعيدة عن لبنان شهدت تحولاً كبيراً عبر الجهود الشاقة منذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني قبل 100 عام، وحققت الصين التطور السريع بفضل سياسة الإصلاح والانفتاح التي استمرت لأكثر من 40 عاماً، وأصبحت من دولة فقيرة ومتخلفة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تساهم بأكثر من 30% من النمو الاقتصادي العالمي، وتقدم زخماً قوياً لنمو الاقتصاد العالمي من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الساحل الغربي للمحيط الهادئ. ربط طريق الحرير القديم بين حضارتين قديمتين قبل أكثر من 2000 عام، واليوم فتحت مبادرة الحزام والطريق صفحة جديدة للعلاقات الصينية اللبنانية.